السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة بمشهد يجسد قسوة الحروب السبرانية التي تتسلل بالخفاء وتضرب بقوة. عاشت لبنان فاجعة جديدة حينما تحولت أجهزة الاستدعاء البسيطة البيجر إلى أدوات موت انفجرت لتسرق أرواح الأبرياء وتملأ الشوارع بالدماء لتسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف. عدوان صهيوني غادر في وضح النهار استباح المناطق والمحرمات من دون أن يميز بين مدني ومقاوم بجريمة إرهابية مكتملة الأركان، حادثة تكشف عن وجه آخر من أوجه الكيان الصهيوني وتضيف جريمة جديدة إلى سجل طويل من الانتهاكات ضد المدنيين الأبراء، متجاهلين كل القوانين الدولية وحقوق المدنيين الأبرياء. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية بعد الفاصل. أرحب بكم مرة ثانية وأرحب كذلك بضيوفنا الأكارم في الاستوديو. ينضم لنا العميد عدنان الكناني الخبير الأمني، وكذلك ينضم لنا عبر سكايب المهندس أسامة حامد ميزر الحاصل على الشهادة الدولية في الأمن السبراني والمختص في هذا المجال، وكذلك ينضم لنا عبر سكايب الدكتور يوسف هزيمة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. حياكم الله ضيوف الأكارم، ونبتدي من بيروت من منطقة الحدث ونتساءل بداية دكتور يوسف عن آخر التطورات بشأن حادثة انفجار هذه الأجهزة، الموقف في الشارع اللبناني، آخر الإحصاءات بالنسبة لهذه الحادثة. أحييك من العاصمة اللبنانية بيروت، وأحيي ضيفيك وأحيي مشاهدي قناتكم الكريمة قناة الأيام. حياك الله يا سيدي العزيز. ما حدث اليوم ليس في بيروت فحسب، في بيروت وضاحية بيروت الجنوبية وفي الجنوب وفي منطقة البقاع وفي العديد من المناطق اللبنانية. ما حدث اليوم في هذه المناطق وما حدث بالأمس هو عملية سبرانية أمنية استخباراتية تتصف بأقل ما يقال فيها بالجرم المعروف الموسوم به الصهيوني منذ قيام هذه الحركة الصهيونية. ما حدث هو عمل غير مسبوق على الإطلاق، لا أقول مسبوق أبدا، إنه غير مسبوق. هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا غير مسبوق على مستوى الأمن السبراني من معان. نعم. فاليوم حدث تكرار لما حدث الأمس، وإن بنسبة أقل بكثير، لعلها لا تساوي 10%، لكن ما حدث بالأمس هو التطور الأكبر. استهدف أجهزة البيجرز، وهي يعني كما معروف ليست وليدة الآن، تعود صناعتها إلى أكثر من 30 عاما، ولكن كما بدأ تتكشف الأمور، وليس هناك شيء نهائي، ولكن هي شبه يعني معلومات ليست نهائية، بأن دفعة من هذه الأجهزة وصلت إلى لبنان منذ حوالي 5 أشهر. دكتور يوسف، دكتور يوسف، نعم. السؤال هل إنه هذه الأجهزة هي حكر فقط على عناصر حزب الله كاستخدام إلها؟ يعني المستخدم لهذه الأجهزة فقط عناصر حزب الله، من المدنيين اللبنانيين يستخدموها بشكل طبيعي؟ نعم نعم، منذ حوالي 5 أشهر وصلت دفعة قيل أنها عبارة أو هي حوالي 5000 جهاز. يبدو أن هذه الأجهزة وصلت مفخخة، وهي مصدرها الأساسي من تايوان، التي حاولت أن تتنصل اليوم وتلقي باللائمة على شريكها، الشركة التايوانية، شريكها المجري، بأنه هو المسؤول. يعني باختصار دكتور شديد، دكتور هذا معلوم، الشركة نعم. الشركة أعلنت أنه مو هي الجهة المصدرة، وأن الجانب المجري وحتى المجريين يقولون أكو فد وسيط تدخل بهذه الأجهزة وإرسالها إلى لبنان. لكن أنا سؤالي اللي سألته لحضرتك، هل أنه هذه الأجهزة هي حكر فقط كاستخدام على عناصر حزب الله، أم أنه المواطن اللبناني اليوم يستخدم البيجر بحياته اليومية كوسيلة اتصال؟
علينا أن نميز بين أمرين في هذا المجال. هناك أجهزة بيجرز قديمة لعلها لم تكن هي المستهدفة. طيب. وبالمناسبة هذه الأجهزة يعني اليوم هي لعلها غير منتشرة كما كانت منتشرة في السابق، وهي كانت معروفة يعني حكر على المدنيين وتحديدا على القطاع الطبي على الأطباء، ولكن يبدو أن سأكون يعني في منتهى الصراحة معك. نعم. أن عناصر حزب الله بعدما تحاشت أن تستخدم الأجهزة الخلوية طيب. يعني استعملت هذه الأجهزة لأن هي كما معلوم غير متصلة بالإنترنت. أفهم من كلامك أنه هذه الأجهزة متاحة فقط لعناصر حزب الله؟ هذه الأجهزة التي يبدو أنها وصلت منذ حوالي 5 أشهر بمعظمها، لا أقول كلها على الإطلاق، يعني الكثير منها يبدو أنها على يعني على عناصر محسوبة إذا شئت على حزب الله، وإن يعني كان بعض هذه الأجهزة يستخدمها آخرون، ولكن هناك معلومات للأسف طيب. تقول أنه يعني أجهزة أخرى كانت تستخدم طيب. أرجع لك لم تتعرض لي أرجع لك مرة ثانية دكتور يوسف، وخليني أنتقل للمهندس أسامة. أحييك وأرحب بك مرة ثانية، وأتساءل عن هذا الجهاز، شنو هذا الجهاز؟ لهالدرجة هذا الجهاز خطر واستخدامه خطر؟ في لحظة تحول من وسيلة اتصال إلى قنبلة تستهدف الآلاف وتسبب بإصابة البعض واستشهاد البعض الآخر. ألو، السلام عليكم، تحية لحضرتك، تحية ضيوفك ومشاهدين الكرام، حياك الله. بالمناسبة جهاز البيجر هو عبارة عن تليفون قديم، خلينا نقدر نقول أو نقدر نقول إنه هو فاكس. ليش يستخدمون جهاز البيجر أو شنو استخداماته وشنو الدواعي من الشراء مالته؟ جهاز البيجر أول شيء يكون إنه خارج التغطية، يعني إنه ما يحتاج أوساط ناقلة لنقل الرسائل. شنو وسيلة اتصالات مالته بين الأجهزة؟ نظام تحديد المواقع. فلهذا السبب أكثر استخداماته تكون استخدامات عسكرية، بما يعني إنه هو انترانت، تكون شبكة داخلية مثل اللاسلكي الهوكي توكي أو البدالة الداخلية. إذا حضرتك شايف إنه دوائر الدولة أو فد مكان بعدة طوابق يستخدمون بها هاي البدالة الداخلية. على أي موجات يعتمد الجهاز؟ يعني هو نعم. كل الأجهزة مربوطة بسيرفر واحد أم أنه أكو موجات وترددات خاصة بهذا الجهاز؟ لا، هذا الترددات مالته اللي هي الترددات الفائقة، أنه ماكو موجات تانية ترتبط وياه، بس البيجر تقدر تقول أنه فتشنا الخاص به تمام؟ وعلى المنطقة أنه محدودة، مو على نطاق واسع، يعني على سبيل المثال نقول 3 كيلومتر أو 5 كيلومتر مربع، غيرها بعد ما يأمن، يعني ما انفجرت أجهزة برا لبنان؟ نعم، أجهزة عفواً. بيجر بهذه العملية؟ عفوا، بس السؤال ما سمعت. ما انفجرت أجهزة بيجر برا لبنان، فقط داخل لبنان إطار العملية؟ نعم نعم نعم، فقط داخل لبنان. بعدين أكو إضافة كلش مهمة، أنه البيجر ما إلى أي علاقة بالتكنولوجيا والتطور نهائيا. اللي صار بلبنان أنه البيجر هذا معدل عليه، من طلعت شركة جولد أباولو جولد قالت أنه إحنا عندنا وكالة أوروبية تمام، هاي الوكالة الأوروبية هي اللي مصدرة هذا الجهاز البيجر للبنان. صار اكو فالتعديل عليه، السبب مال الانفجار انه كلهن بوقت واحد لحد الان ما معروف، بس تقدر تقول انه هو كهاردوير او كسوفتوير هو ما بي كهاردوير اللي يقدرون يسوون بي انه يقدرون يسوون بس تماس بالبطارية مالته، يخلون انه جهاز البطارية تصعد درجة الحرارة مالتها الى 400 او 500 درجة فتنفجر، او غير اي شيء ثاني الى علاقة بالهاكينج او الى علاقة بالسايبر سيكوريتي نهائيا ماكو. اللي نستنتجه من هذا الحكي انه هذني الاجهزه معدل عليهن قبل لا يوصلن لبنان. طيب، يعني ترجح انه حسب خبرتك انه هو هذا سبب الانفجار، انه هذا التعديل اللي صار على الاجهزه بالضبط، انه طيب. هذا التعديل صار عن طريق طرف ثالث. تمام تمام، راح ارجع لك بالتفاصيل. هذا التعديل هو اللي يعني اللي صار اللي سبب الانفجار، لانه طيب. مستحيل طيب. طيب. انه اكو احد يقدر يوصل لهذا الجهاز من خارج القطر او المدار مالته. جيد، راح ارجع لك بتفاصيل هذه الحادثه. ارحب بك مره ثانيه طبعا. استاذ عدنان الخبير الامني والعسكري، واتساءل شنو هذا التطور الخطر اللي صار؟ انتقلنا الى نوع جديد من الحروب، احنا مثل ما ذكرنا بالعنوان حروب الجيل الخامس، وصل محور المقاومه مع الكيان الصهيوني وداعميه الى معادله صفريه، فبالتالي اليوم صار كل شيء متاح لهذه الدرجه، انه ناس ببيوتها الجهاز هذا البيجر يمه
يم غرفته بغرفته يم راسه بايده بجيبه ينفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا جميع مشاهديك الكرام وحيا الله ضيوفك الكرام. اولا لا نعطي الموضوع اهميه اكبر من حجمه. الحروب دائما هي تستخدم بها كل السبل لتأثر على خصمك. 2900 جريح، اكثر من 12 جريح، نعم 12 نعم شهيد. نعم ممكن ان يكون اكثر، ليش؟ احنا ايضا في فلسطين الان اكثر من 60,000 شهيد، حدود ال 100 وكسر جريح، لان هي معركه. يعني فلسطين هي منطقه الاستهداف وهي عزيزي. العمليه القتاليه في فلسطين. خلي افسر لك عزيزي، معركه الان مع الكيان الصهيوني، وعلينا ان نتوقع لا متوقع. لذلك حينما نكتشف اسلوب جديد للعدو، هذا مكسبنا الحقيقي. الان عرفنا انه العدو امكانيه للسيطرة على شبكه القياده والسيطره. يعني توصف العمليه بانه هي مكسب؟ طبعا مكسب لنا، لان عرفنا اسلوب قتال العدو. بالتالي من عرفنا اسلوب قتال العدو راح نلقى حلول ومعالجات لهذا. اضافه الى هذا، العدو الان كنا نعتقد انه لا يستطيع ان يخترق منظومه الاتصال وهي تسمى منظومه القياده والسيطره. والعدو من الغباء انه استخدم هذا الاسلوب. كان يمكن ابقاء هذه الاجهزه والسيطره ومعرفه تنقلات ابناء حزب الله. خطوه مستعجله من الكيان الصهيوني، خطوه مستعجله وغير مدروسه وغبيه. عفوا اذا تسمحوا لي، غبيه وغير مستعجله. عفوا دكتور يوسف، عندك مداخله؟ لا عفوا اسامه، انا اذا تسمحوا لي تفضل ارجع لك. اللي صار بالبيجر هو مو اختراق للنظام القياده والاتصالات، ولا قدروا يوصلون للنظام القياده والاتصالات. عزيزي اسامه انا ما قاطعتك، تعديل خارجي. طيب اسلوب الحوار رجاء لا تخرج منه، انا ما قاطعتك. خلي يكمل فكرته استاذ، خذ دورك وبعدين بالتالي يكمل فكرته وان شاء الله ارجع لك استاذ اسامه. تفضل. حاضر. ثانيا اللي يعتقد انه الجهاز هو كان وسيله التفجير، هذا واهم، لان الاجهزه تفجرت في اماكن متفرقه ونحن نعرف حدود الجهاز اكثر جد. لذلك المنظومه تعتمد على الاتي، المنظومه تعتمد على غرفه سيطره وبدالات وابراج نقل. معناته انه الخرق عندنا صار بالسيطره مو بالابراج. الجهاز يعتمد على بطارية الليثيوم، وهذه البطارية معروفة إمكانيتها، وحينما تتعرض إلى درجة حرارة عالية ممكن أن تطلق دخان، وبالتالي قد تذوب أو ربما يكون انتحار للبطارية، وأحيانا أخرى تنفجر. وهذه أيضا ممكن أن تكون لأجهزة الهاتف نفس الأسلوب. إحنا لاحظنا كثير من أبنائنا أو من المستخدمين منظومة الهاتف ينفجر الهاتف عليه نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، خلل بالجهاز، ربطه بالشحن. هذا ممكن أن يستخدم ويجب أن نتخذ هذا تفاصيل الانفجار. وحتى سيد حسن نصر الله حذر من هذا الموضوع قبل أشهر. إضافة إلى هذا، أبناء حزب الله دائما يعتمدون على تكتم في موضوع نقل المعلومات. يعني أغلب الأحيان أبناء كذلك أبناء حزب الله في معارك، أيضا معركة 2006 والمعارك الأخرى، ما كانوا يستخدمون أي جهاز اتصال لاسلكي، كانوا يستخدمون بدالات السلكية ونقل المعلومات عن طريق البدالات السلكية لضمان سرية نقل المعلومات. فإذا تحدثنا عن انفجار بهذه المنظومة الرقمية التي يتعامل بها أبناء حزب الله، وهم يعتقدون أنها منظومة قديمة وما ممكن اختراقها، لكنه الآن تم اكتشاف أنه العدو استطاع أن يخترق هذه المنظومة. شنو أراد الكيان الصهيوني من هذه العملية؟ هو لحد الآن ما حتى أحكي لك، لحد الآن الكيان الصهيوني لم يتم التأكد أنه هو الذي قام بهذا الفعل. ما تبنى الموضوع؟ لا لحد الآن ما كنت تبنى. وقد يكون خلل بالسيرفرات وأدى إلى يعني فيروس دخل منظومة الاتصال، ومن خلال هذا الفيروس اللي دخل سبب مشاكل بالاتصال. هذا ممكن أن يكون. لذلك لا يجب أن نرمي التهمة أولا قبل أن نتأكد، لأن هي العملية عملية حدثت وانتهى الموضوع. بما أنها حدثت وانتهى الموضوع، يفترض أنه أكو لجان تقص الحقائق. وهذا يرجع لنا أيضا ما حدث في ميناء بيروت، لاحظنا قبل مرفع بيروت قبل 4 سنوات تقريبا كان انفجار كبير جدا. وأيضا تبعاته خلفت. خلي انتقل لدكتور يوسف. دكتور يوسف، حاليا الجهات المختصة في لبنان شنو رجحت سبب هذا الانفجار أو انفجارات هذه الأجهزة؟ هل أنه فيروس مثل ما ذكر أستاذ عدنان؟ هل أنه حرارة زايدة على البطاريات الخاصة بهذه الأجهزة؟ أم أنه هو اختراق للأمن السبراني اللبناني وعملية مفتعلة من قبل الكيان الصهيوني بشكل مباشر لتفجير هذه الأجهزة؟
اولا ضيفك من خارج الاستديو الدكتور التخصص في الامن السيبراني، اعتذر يعني لم احفظ اسمه، تحياتي له. استاذ اسامه، كان مهندس اسامه، دكتور اسامه، نعم، كان يقول بانه هي يعني وصلت الى لبنان ومفخخه، اذا كان يقصد ذلك، وانا اتبنى يعني هذا الراي. ولكن عمليه كيف تتبنى الراي انه هي وصلت مفخخه اساسا؟ انه الاجهزه وصلت الى لبنان وهي مفخخه؟ دكتور يوسف، اذا الصوت واضح عندك. اي انا من الذين يتبنون هذا الراي وقلت، لكن السؤال الذي طرحه الاستاذ اسامه انه كيف تمت عمليه التفجير؟ لا مو هذه، يعني هذه دكتور يوسف، يعني هذه النقطه خطره، ما من الممكن ان نتجاوزها. تدولت يعني تدولت هنا عن مصادر أمنية، عناصر حزب الله وتشكيل بحجم حزب الله، رسائل. عفوا دكتور يوسف، تشكيل بحجم حزب الله، هل من المعقول أن تمر عليه أجهزة مفخخة ويستخدمها لعناصره وما يعرف أنه شنو تفاصيلها وشنو موجود داخل هذه الأجهزة؟ أي جهاز اتصالات يدخل يخضع إلى عملية تفتيش وتفكيك وتركيب على تركيب المعلومة يعني. والمتخصصين بالأمن السيبراني، وأنا يعني ليس هذا مجالي، ولكن أنقل لك ما يدور هنا. هذا موضوع شائك، والمعلومات غير النهائية تقول نعم ممكن أنه هذا التفتيش الذي زود بجرامات معدودة لا تزيد عن 20 جرام عبر الشركة التي هي صنعته عبر طرف ثالث، وأنا أعتقد أن الشركة التي صنعته تعلم بكل تفاصيل ذلك، ويمكن لذلك. السؤال الذي كنت أطرحه ولم تدعني أكمل، أنه كيف تمت عملية التفجير؟ هناك معلومات تتداول هنا بأنه من خلال الرسائل التي أرسلت، سواء كان المسؤول الكيان الصهيوني الذي هو المتهم الأول أو غيره، هذا موضوع ثان، لكن تمت عملية التفجير من خلال هذه الرسائل، وبالدليل أنه بلحظة واحدة وصلت هذه الرسائل وحدثت هذه التفجيرات في أكثر من 3000 جهاز. معناها هذا اختراق سبراني، اختراق لمنظومة الاتصالات، اختراق للأمن السبراني، هذا يتنافى مع ما طرحته أن الأجهزة هي مفخخة. أحسنت دكتور يوسف، هذا يتنافى مع ما طرحته أن الأجهزة مفخخة، لما تقول برسالة واحدة تفجرت كل الأجهزة وهي ما تفجرت بوقت واحد، إلى اليوم الأجهزة تتفجر، وقبل أن ندخل لتغطيتنا المباشرة أكو أجهزة انفجرت. ما حدث اليوم مختلف تماما عن ما حدث البارحة. ما حدث اليوم لم يتعرض أي جهاز بيجر لأي تفجير، علينا أن نفهم هذه الأمور. وأنا أعيش اليوم شنو اللي صار؟ الحدث وقريب من الحدث، اليوم شنو اللي صار؟ هو تعرض أجهزة لاسلكية معينة، وبالمناسبة هذه الأجهزة اللاسلكية، وهنا السؤال الذي يطرح، إذا كان ما حدث البارح وأنا لا أتبنى حتى الآن هو عبارة تمت عملية التفجير من خلال رسائل، طيب ما الذي حدث اليوم؟ وهذه الأجهزة اللاسلكية كما هو معلوم يعني طبيعة عملها، يعني هذا طبيعة عملها تختلف. هذا اللي صار اليوم دكتور يوسف، هذا اللي صار اليوم هذا اختراق من نوع جديد آخر، باعتبار هسه انت طرحت لي روايتين. نعم. طرحت روايه انه الاجهزه مفخخه الاوليه لو تسمح عفوا وروايه الرسائل، واليوم تقول لي ان نوع جديد من البارحه وهو حتى الان من الانفجارات صار الصهيوني، حتى يعني تبين ان عناصر المقاومه وتحديدا حزب الله سيكتشفون ذلك، فسارع الى تفجير هذه الاجهزه اللاسلكيه التي بالمناسبه لم تترك الاضرار. يعني انا قبل لا انتقل للاستاذ اسامه، دكتور يوسف، انفجارات اليوم هي للتشويش على اللي صار البارحه وطريقه انفجارات البارحه، هذا اللي افهمه من طرح المعلومات. ليس هناك شيء نهائي يعني. طيب استاذ اسامه، الامين العام لحزب الله. طيب السيد نصر الله. استاذ اسامه، افتينا، وين السبب، وين العله، وين المشكله، شلون انفجرت الاجهزه، سواء اجهزه البارحه او اجهزه اليوم؟ هل انه المسبب واحد؟ هل انه التفاصيل اختلفت ما بين المسبب لانفجارات البارحه وانفجارات اليوم؟ نهائيا، لانه ما بنظام سوفت وير، نظام قديم بدائي، نهائيا ما يخترق. هاي رقم واحد. رقم اثنين، اللي صار انه عن طريق ارسال الرسائل وانفجرت هذه الاجهزه، كنا نتذكر احنا بالعراق بسنه 2005 و2006
كانت السيارات المفخخة تتفجر عن طريق الهاتف. صح. تتذكرون هذا الشيء؟ صحيح. انه عن طريق الرسالة او عن طريق اتصال، هذا نيجي شبكات ترددية. اللي صار ممكن كلام الدكتور يوسف ممكن كلامه صحيح، تختلف هذه استاذ سامي، الرساله بيها كود، هذا الكود يعمل على على ارتفاع درجات البطاريه او الثرموستات اللي بالبطاريه. استاذ سامي، قبل لا تنتقل للتفصيل الثانيه، موضوع الرسائل، الانفجار عن طريق الرسائل، اكو فد راي الاستاذ تعمل كودات، اكو فد راي الاستاذ عدنان بهذا الموضوع، اسمعه وارجع لك. أولا العبوات اللي كانت وكنا نكتشفها بعد التفجير وقسم قبل التفجير كانت مرتبطة بدائرة إلكترونية. الدائرة الإلكترونية حينما يتم الاتصال بالجهاز المربوط بهذه الدائرة الإلكترونية يتم تتم التوصيلة بين القطبين، وهذا يؤدي إلى انفجار العبوة. يعني ما له علاقة هاتف بالانفجار، الهاتف وسيلة نقل، يعني كأنما يكون دائرة واحدة، ربط الدائرة الإلكترونية فقط من خلال الاتصال. طيب، فهذا ما هذا ما يشبه هذا، ما له علاقة. جيد، فنرجع الأستاذ أسامة إلى أي نقطة؟ إلى نقطة الرسائل أم إنه إلى نقطة ارتفاع درجة حرارة البطارية الليثيوم فهي اللي تسببت بهذا الانفجار؟ نعم، بالإضافة إلى إنه تعقيبا على الأستاذ عدنان المحترم، التليفونات اللي نستخدمها أكو بيها في الثرموستات، من توصل درجة حرارة البطارية درجة معينة الجهاز راح يطفى او راح يهنق او راح يصير به شيء. تمام، هاي الخاصيه بالاجهزه البروجر كانت ما موجوده، وارجع واقول لك انه ذني الاجهزه البروجر اللي استخدمت بلبنان معدله يا اما قبل نطلب لبنان او يا اما انه من طبت لبنان اكو اطراف معنيه لهم غايب هذا الشيء. معدله بمجال مجال المعلومات وانظمه المعلومات، ام انه معدله بطريقه انه تفخيق هذه الاجهزه قبل ان تدخل؟ لا استاذ، اي شيء، عفوا، اي ملاحظه كلش مهمه، اي شيء بالمعلومات بخصوص البروجر ما يتحمل، البروجر جهاز بدائي ما بي اي سوفت وير، ما يتحمل اي شيء. يعني بالبدايه عباره عن ترددات كلاسيك، العفو، ترددات يعني انت صوتية. انت تروح ويا راي انه هذه الاجهزه مفخخه، هذا رايك؟ فما يتحمل اي سوفت وير، يعني كانما انه هو جهاز نوكيا البدائي. فانت تروح ويا خيار انه هذه الاجهزه مفخخه، جهاز النوكيا اللي كنا نستخدمه البدائي، مو مستحيل تنصب عليه برنامج الواتساب لانه ما بي سوفت وير. البروجر كذلك ما بي سوفت وير. الجهاز 90% من التوقعات انه هو جهاز معدل، وصارت طريقه الانفجار مالته عن طريق ارتفاع درجات حراره البطاريه. اكو فد شيء انه بالثرموستات مالته ملغيه، اكو فد تعديلات على البطاريه بالصنع مالته اللي صار. المهم اكو شيء يدوي، يعني اكو شيء تغيير بي يدوي، اي علاقه بالسايبر سيكيورتي ما له. وهذا التغيير اليدوي، هذا التغيير اليدوي احتاج الى 5 أشهر يلا يصير اثره. عفوا، هذا التغيير اليدوي احتاج الى 5 أشهر يلا يصير هذا الاثر مالته وهذه الانفجارات. ممكن يحتاج سنه، ممكن يحتاج سنتين، ممكن يحتاج وقت تشغيل معين، ممكن يحتاج انه وقت تشغيل 1000 ساعة، ممكن يحتاج تشغيل 900 ساعة، ممكن يحتاج 600 ساعة. طيب، ارجع لك مره ثانيه استاذ عدنان. نعم. هذا الاستهداف وهذه العمليه هي رسالة فقط وعملية موجهة فقط إلى حزب الله، أم أنه هذه العملية موجهة إلى كل المحور؟ وهذه رسالة باعتبار أنه قادم الأيام ممكن تكون عمليات بشكل أكبر ومتطورة أكثر. شوف عزيزي، إحنا لابد أن نرجع لهذه نقطة الصفر. نقطة الصفر، الآن العراق يستخدم منظومة IC2N ومنظومة I2N، منظومة اتصالات رقمية تستخدمها الأجهزة العسكرية والأجهزة الشرطوية وأيضا الأجهزة الاستخباراتية والمخابراتية العالية السرية بالاستخدامات. منظومة IC2N منظومة رقمية لتبادل المعلومات، وبها حسابات، كل واحد عنده حساب يستطيع أن يدخل المنظومة حسب صلاحيات المخول بها. لذلك نعتمد في أجهزة النقل هي أجهزة السيبورب، وهذه مرتبطة بهذه المنظومة IC2N والI2N. وأجهزة السيبورب موجودة عندنا، وأجهزة الموتوريلا مرتبطة بشركة موتوريلا. شركة موتوريلا هي اصلا مملوكه للكيان الصهيوني، وخوارزميه هذه المنظومه مرتبطه ايضا بشركه موتوريلا. يعني الخوارزميه الرقميه في مجال الامن بهذه الحسابات كارثه، يعني بامكانهم ان يخترقوا منظومتنا من خلال
اختراق منظومة الاتصال. ما دام السيرفر الأساسي كله عندهم معناها كل إجراءاتنا الأمنية ونداءاتنا طبعاً لتوصل للكيان الصهيوني ومخترق. مخترقة وتوصلتهم. إضافة إلى هذا تحدثنا عن منظومة البيجر اللي انكشفت واللي تفجرت. يعني تتخيل إنه هذا كانت الأجهزة مفخخة ما تحتاج وقت واحد تتفجر به. ممكن يكون تفاوت بالتفجير. ونرجع سؤالك أيضا حينما سألت الأخ أسامة قلت إنه نحتاج إلى خمسة أشهر. خمسة أشهر وأعتقد يعني ما استقبلها صح. المقصود بالخمسة أشهر إنه حينما وردت هذه المنظومات إلى لبنان والفترة اللي كان مستخدمها مو مستخدمينها أبناء لبنان هي خمسة أشهر. ليش فجروا بهذا التوقيت مو قبل فترة الزمنية خمسة أشهر صعودا؟ إذن الموضوع الخرق مو بالجهاز. الجهاز نعم عامل مساعد هي أو بطارية الانفجار داخل البطارية مو بالجهاز. برأيك الخلل أعتقد هو عملية خرق لمنظومة الاتصالات. خرق لمنظومة الاتصالات. منظومة الاتصالات. طيب. الرسالة التي وصلت إلى كل الأجهزة في آن واحد وصلت من خلال منظومة الاتصالات الرئيسية يعني من خلال غرفة السيطرة على هذه الأجهزة. لذلك بثت هذه الرسالة على جميع الأجهزة وأيضا سببت ارتفاع عالي بدرجة حرارة البطارية اللي هي بتكون من الليثيوم. طيب. وأدت انفجار البطارية. طيب. هذا الذي تلاحظ أغلب الإصابات باليد وبالوجه. صح. هذا ايضا ذكر الجهاز بيده او موجود بحزام هو الاماكن اللي ممكن يكون الجهاز بيها. طيب ارجع مره ثانيه الى سؤالي، هل انه هذه العمليه رساله فقط الى حزب الله ام انه لكل المحور؟ يا محور ترى احنا هذه امكانيتنا نقدر نخترق بهذه الطريقه فاحذروا من القادم، ممكن تكون الرساله بهذه الطريقه. رساله لكل محور المقاومه على انه الكيان الصهيوني لديه قدره ربما اكثر من امكانيتنا او امكانيتنا بالاستعداد القتالي. يعني احنا ما كنا نعتقد انه ممكن ان يصل التفجير لهكذا مستوى. نعرف انه لديهم قدره باختراق منظومه الاتصالات، لديهم قدره بتشويش على المنظومه الراداريه، لديهم ربما قدره بالتشويش على الصواريخ، ربما لديهم قدره بتصنيع او ربما صنعوا صواريخ اعتراضيه على منظومه الهجوم اللي نمتلكها. يعني ربما لديهم قدره على قراءه الاهداف بالارض واستهدافه من خلال الجو او بالمسيرات. هذه معلومه بالنسبه، لكنه في هكذا مجال ما كان عندنا، وهذا ما يعني شيء. احنا متوقعين الأسوأ بكثير من هذا فعلا. اضافه الى هذا نعرف تماما ونعرف تماما انه الكيان الصهيوني لديه اسلحه مجرمه دوليا فعلا وممكن ان تستخدم، وايضا حاسبين حساب لهذا. لذلك الان معركتنا هي معركه مصير مع الكيان الصهيوني، وهذا ما وحينما نتعرض الى اصابه بهكذا مستوى يفترض ان نكون اكثر قدرة على الردع. طيب. والرد على الكيان الصهيوني أكثر قدرة. خليني أنتقل بهذه النقطة إلى دكتور يوسف. دكتور يوسف، ختم أستاذ عدنان كلامه بوجوب أن يكون أكثر قوة وحزب الله أعلم بأنه سيرد على هذه العملية، فبأي طريقة ممكن يكون الرد؟ والبعض ممكن يستعجل الرد على الكيان الصهيوني بعد كل عملية. أولا علينا أن نعلم ونحن نتحدث هنا عن تقنيات عالية تتمتع بها هذا الكيان الصهيوني. علينا أن نعلم في هذا المجال أن كل تقنية وتكنولوجيا العالم وتحديدا العالم الغربي هي في تصرف الكيان الصهيوني. يعني الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، هذا المحور، يعني دول حلف شمال الأطلسي كل تكنولوجياتها اليوم هي في تصرف الكيان الصهيوني. وأنا واثق يعني سيادة العميد معك في الاستوديو، علينا أن نتوقع كل شيء، ولكن في آن يعني ينبغي أن لا يكون هذا مدعاة وسبب للاستسلام على الإطلاق. يعني دعني يعني أطل إلى الموضوع أنا من زاوية سياسية لو تسمح لي، يعني لأنه بالنهاية ما حدث لا ينفك، لا يمكن إلا أن نقرأه أيضا من زاوية سياسية. أكيد. سواء بالتوقيت، بالحجم، بالدوافع. هذا اللي تسألنا عنه، أنه تفصيلة الخمسة أشهر ما يحدث منذ سنة في غزة وذاك التخبص التخبط الذي يعاني منه الكيان الصهيوني، وأيضا في جنوب لبنان الذي هو يعني يهدد منذ سنة لأنه سيجتاح الأراضي اللبنانية ولم يستطع أن يتقدم شبر واحد. علينا أن نضيء على هذه الزاوية. ومن هنا أعرض على سؤالك، يعني كيف أو هل سيرد المقاومة، هل سيرد حزب الله، وكيف سيكون الرد؟
أنا في هذا المجال لا أسمح لنفسي أن أحدد طبيعة الرد، لأن المقاومة في لبنان هي أدرى، وبالتأكيد المقاومة المتأنية الحكيمة سيكون ردها متأنيا وحكيما، ولكن ليس معنى ذلك أن تسمح لهذا الإسرائيلي الذي أنا أعترف أنه خلال اليوم والبارحة استطاع أن يسجل هدف، وهدف كبير في مرمى المقاومة، علينا أن نعترف في هذا المجال. والمقاومة لابد أن ترد، وهي المعروف عنها بالحزم وبالقوة وبالحنكة وبالوعي، ستدرس سياراتها، وعلى كل الوقت لن يطول هذا هو المعروف عن حزب الله من أيام انطلاق معركة طوفان الأقصى إلى هذا اليوم، قرابة السنة. الجبهة الشمالية بالنسبة للكيان الصهيوني شغالة، وضرب الأهداف في داخل الكيان الصهيوني مستمر من قبل حزب الله. انتقل لك أستاذ أسامة وأتساءل، نعم، أي وسيلة بالتالي هي الأأمن إذا التليفونات مخترقة والأجهزة اللي معروفة بالدارج الهوكي توكي مخترق وأيضا يتفجر، وحتى هذا الجهاز أيضا صار عرضة للتفجير، فبالتالي أي وسيلة اتصال اليوم هي الأأمن؟ لا بس اسمح لي، أكو تداخل للأستاذ عدنان المحترم، أنه الكلام منطقي جدا من شخص عنده خبرة قوية بالعسكرية، أنه قال أكو تحكم من السيرفر الرئيسي أو المايند سيرفر اللي بأثر على كل الأجهزة، وصار التلاعب بهذا المكان. كلامه صحيح 100%، كبير أمني وعسكري كأمن سيبراني، كلام أستاذ عدنان يعني مضبوط 100%، مع العسكري صاحب خبرة طويلة. هذني البيجر عجن ماين سيرفر خاص به، تمام؟ طيب، إذا كنت أنت مشغل الجهاز أو ما مشغل الجهاز، ممكن أن يوصلك الإشعار أو ممكن أن يوصلك المسج. فتعقيبا على كلام أستاذ عدنان، كلامه منطقي، أكو أنه ويا التدخلات اللي صايرة بتغييرات الجهاز أو بتعديلات الأجهزة، أكو تدخل إيد ثالثة بهذا الموضوع، وإيد داخلية مو خارجية. طيب، أكو إيد من داخل لبنان لها إيد بهذا الموضوع. هذه رواية ثالثة. نعم، هذه رواية ثالثة، بس كلامك وكلام أستاذ عدنان اللي هو بالسيرفر الرئيسي أعتقد هو الأكثر قناعة والأكثر ممكن يكون الرأي المقبول أكثر. بالضبط، إن عندك احتمالات أستاذ، بس كلام أستاذ عدنان حسب خبرتي العسكرية كلامه منطقي وفعال 100%. زين، ارجع لي على سؤالي. إذا قلت لك أنا عددت لك أكثر من وسيلة اتصال هي مخترقة اليوم وعرضة للانفجار، فبالتالي أي وسيلة اتصال هي الأأمن مثل هكذا ظروف؟ أكو هواي وسائل اتصال نقدر نستخدمها، بس كل الوسائل الاتصال اللي راح نطلع بها على اللاسلكي أو على أي تقنية ثانية راح نكون إحنا معرضين للتعقب، للتنصت، للتحديد المكان، كلهن احنا محددين بيه. يعني مستحيل انه اكو جهاز مشفر او كل المعارضات الاختراق اللي يفهم منك الداخليه، كل المعارضات الاختراق الانترنت، بس بهذا انه احنا نسوي سيرفراتنا بايدنا، احنا نوزع البدالاتنا بايدنا بس، واحنا نخلي ناس ثقه بهذه الاماكن بالسيرفرات الرئيسيه بالبدالات الفرعيه، بس بهذا الشيء راح نقدر نحصل على اتصالات مشفره. ولا كل باقي وسائل الاتصالات كلها احنا مو مشفرين، واحنا دا نشتغل يعني بعلم الناس اللي تريد المعلومات، يعني معلوماتنا طيب، موجوده عندهم، تفاصيلنا موجوده عندهم، طيب، ودا نشتغل احنا وهم مسوين نفس الشيء. هاي هاي, هاي هاي الاخبار مو زين استاذ عدنان، اذا كل وسائل الاتصال مكشوفه وما نقدر نامن اليوم وسيله اتصال مثل ما نعرف اليوم. فصائل المقاومة بأكثر من محور بأكثر من جهة تواجه عدو اسم الكيان الصهيوني، مدعوم من كذا دولة أوروبية ومدعوم من أمريكا، وإحنا نقول ما عندنا وسيلة اتصال نقدر نواجهها أو ربط بين الفصائل والعناصر، هذه كارثة. لا هو الموضوع مو بهذا المستوى، يعني الأخ أسامة كرجل خبير تحدث في مجال خبرته يعني، لكنه ما يعرف الداخل، هو ده يتحدث صح. لكن أنا أقول لك منظومة الاتصالات منظومة رقمية بها نظام حماية، نظام الحماية من 14 وأحيانا من 16 رقم يتغير كل 30 ثانية، يعني صعب جدا تقدر تخترقها، يعني خوارزمية بالأرقام من 16 رقم يتغير كل 30 ثانية، أنت يحتاج لك 30 سنة يلا تخترق تكتشف الخوارزمية،
هي 30 ثانية تغير بها، فصعب جدا اختراعها. قد تحتاج وقت حتى تكتشف خوارزمية من 16، انت تخيل قاصة بها ثلاث ارقام، ايش قد يرد لك حتى تفك الشفرة مال ثلاث ارقام؟ فعلا. فتخيل 16 رقم الارقام، يعني قاصة بها 16 رقم، فصعب هذا الشيء. شلون تقدر تعرف يعني الرقم الحقيقي من ال 16 رقم؟ ايش كم احتمال عندك؟ طيب هو يتغير ب 30 ثانية، انت ايش قد يرد لك وقت حتى تقدر تكشف؟ لكنه هنا المشكلة وين؟ المشكلة أنت قاعد تشتري أجهزة وخوارزمية التشفير هي عند ناس الشركة. وهذا أنا تحدثت لك، قلت لك يعني منظومة الاي تو ان ومنظومة الاي سي تو ان هي تابعة لشركة موتورولا، ونصبت عندنا وتستخدم لأغراض أمنية واستخبارات. فش نسوي هنا؟ خوارزمية التشفير شركة موتورولا، مو عند البلد المستفيد. وانا في حينها طالبت اكثر من مره، وجهت رساله حتى على القائد العام، مكتب القائد العام من خلال مكتب السيد فاروق العرجي، انه قلت هذا الخطا الكبير اللي نرتكبه، انه منظومه الاتصال الرقميه خوارزميه الاتصال عند شركه موتورولا. شنو المطلوب من الاجهزه المعنيه؟ المطلوب اول خوارزميه التشفير تكون عندنا. استاذ عدنان بارك الله بك، كلامه عين العقل ممتاز. كل شركه او كل اتصال او كل جهه رقميه بها خوارزميه، بس المشكله اللي دا تصير انه الشركات المجهزه انه الخوارزميات عندهم. طيب كل شيء جاهز عندهم، هذا يطول الخوارزميه. هذا اللي يقوله، هذا اللي يقوله استاذ عدنان، يعني نقول كمستخدمين كمستهلكين، بس هم عندهم كل الخوارزميات وعندهم كل طرق فك التشفير مالتها. طيب ارجع لك. فنرجع نعم. نقول لهم لابد انه نمتلك احنا لغه التشفير تكون عندنا مو عند الشركه المصنعه، احنا المستفيد. او ممكن انه الاستعانه بالمعارك، احنا نستخدم دائما منظومه هي هاي لغه التشفير ممكن تكون عندنا، لو هذه حكم فقط على الشركه المصنعه. لا لا لا، ممكن تكون انت تمتلك خوارزميه التشفير زي. وبالتالي الشركه المصنعه ما تقدر تخترق منظومتك، انت تحدد الارقام. انت مستفيد كونك قريبه من السلك العسكري والامني، عندنا اليوم امكانات توصل لهذا المرحله وهذا المستوى. عندنا خبراء في مجال الاتصالات، خبره في الامن السبراني، عندنا في خبراء في مجال الاتصالات ولا اروع منهم. ومشتركين بدورات، راح اعطيك نموذج. شوف المعادلات الغريبه، احد خبراء الاتصالات عندنا بالعراق مشترك بعده دورات. طيب اخر دوره كانت في امريكا، قبل ما تنتهي الدورة ويرجع للعراق هو بأمريكا صدر كتاب التقاعد ماله. انت تخيل قبل لا يرجع؟ قبل لا يرجع. شو تكريم له هذا؟ شنو؟ لا منت اكو ناس يصطادون الكفاءات ويعزلوهم. عندك امكانية وتحيلها للتقاعد؟ اكو ناس يصطادون الكفاءات ويعزلوهم. احنا بلد وكأنه يراد ان يبعد عن المسرح الامني والمشهد الامني والمشهد العسكري كل من يمتلك كفاءة. إضافة إلى هذا راح أعطيك نموذج آخر، قادة عسكريون عندنا جريمة كبرى ترتكب بحق الجيش حينما يكون ضابط إداري قائد عسكري. ما يجوز الإداري أعلى ما يوصل له مدير صنف. طيب ما يصير قائد، القائد لابد أن ينتقى من أربع صنوف: قوات الخاصة، المشاة، الدروع، المدفعية. هذه الصنوف فقط يكون قائد، لأنه يعرف لغة الميدان والتعامل مع القطاعات العسكرية الميدانية. أنت ما تقدر تجيب ضابط صنف تموين النقل تخلي قائد، ولا تجيب ضابط إداري تخلي قائد، ولا تجيب ضابط طيارة تخلي آمر لواء حدود اللي على حدود كربلاء، ولا تجيب قائد القوة الجوية هو طيار سنت. هذه أخطاء، فبالتالي إلها أثار وإلها نتائج. ما هسه احنا قلت لك أنا ضابط كبير محترم يمتلك خبرة استثنائية في كل المقاييس. شنو الفائدة؟ وهو مشترك بدورات أجنبية خارجية وتصارف عليه حالة للتقاعد. صارف عليه. طيب وهو ابن عسح حتى نقول ابن الجنوب، رجل من عائلة بطلة، عائلة مضحية قدمت. احنا مع احترامنا لكل محافظات، لا حتى لو جدلا، بس انا اقصد كامكانية. انا اعطيك نموذج، لو جدلا هناك من يشكك بخلفيته الوطنية، انا اقول لك يعني حتى لو هذا الحكومة الجنوبية الكل وهو محترم ابن الجنوب ان شاء الله. كل المحترم طبعا. طيب اخوتنا في كردستان العراق والمناطق الغربية. وانا من العراقيين الذين اكره و دائما ابتعد عن موضوع الطائفيه. احسن، لاني لا خليني فقط ارجع اكمل لك موضوع كيف نحمي الاتصالات. ارجع لك مره ثانيه، هذا بقى موضوع 30 ثانيه. طيب فقط اذا هذه الامكانيه خارج سيطرتنا، دائما بالمعارك والتماس مع العدو والقطاعات التي ممكن ان تكون مصدات، نستخدم اسلوبين. جيد. الاسلوب نقل المعلومه ونقل الاوامر عن طريق ما يسمى ضباط الارتباط. طيب
أو رجال الارتباط يكون بين القيادة العليا والقيادة الميدانية. جيد. لأن كل ما ينقل بالجو من من يعني دعم الطيف الترددي أرضى للاستهداف وممكن أن تسترق المعلومة. الطريقة الثانية هي البدالات السلكية وهذا أيضا لا يمكن أن تخترق. طبعا لا يمكن أن تخترق. يستخدم اتصال يعني أكو محطات تكون بالميدان وتمد أسلاك لغرض إيصال هواتف لوصال المعلومات عن طريق الهاتف السلكي. طيب دكتور يوسف أرجع لك مرة ثانية، هل أنه هذه العملية اليوم هي فقط عملية كيان صهيوني أم أنه الجانب الأمريكي إلى رأي بالموضوع وإلى تدخل بالموضوع؟ ولو أنه بلينكن اليوم من مصر أعلن أنه أمريكا ما عندها دراية أساسا بهذه العملية وينتظرون التحقيقات وغيرها من التفاصيل. أنا لا أعتقد أن عملية بهذا الحجم وبهذه الخطورة وهي عملية غير مسبوقة، لا أعتقد على الإطلاق أن الصهيوني سيلجأ إليها دون أن يضع الأمريكي بكل تفاصيلها. وإن أعلن اليوم الأمريكيون على رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنه ليس لديه، دائما الأمريكيون يحاولون أن يتنصلوا ودائما يحاولون أن يظهروا أن هناك خلافا تكتيكيا أو غير تكتيكيا بينهم وبين الصهاينة، ولكن أي عمل يندرج في إطار هذا الإطار الجرمي الكبير سواء كان كبير أو صغير لا يمكن أن يلجأ إليها الإسرائيلي دون تنسيق مع الأمريكي، وخاصة أن الإسرائيلي يعلم مسبقا أن هذا العمل سيترتب عليه رد فعل من المقاومة التي عودت هذا الإسرائيلي أنه إذا لجأ إلى مثل هذه الأعمال سيتوقع ردا من قبل المقاومة. هل أنه أن الكيان الصهيوني تورط في هذه العملية دكتور يوسف؟ طبعا وكأنك نعم. في قلبي هل أنه الكيان الصهيوني تورط بهذه العملية؟ ليش مصرين على التعاون؟ أنا أعيدك إلى نيف وشهر عندما لجأ الصهيوني واستهدف العمق اللبناني، عندما استهدف ظاهرة بيروت الجنوبية واغتال القيادي في المقاومة الشهيد فؤاد شقر، إذا كنت تذكر بعد هنيهات قليلة ولا أقول ساعات سارع الصهيوني ليقول بأنني أنا لا أريد أن يعني أسعى إلى إشعال حرب أو ما شاكل. وحتى إذا ردت المقاومة بعد 25 يوما الإسرائيلي بعد رد المقاومة القاسي اللي بدأت تتكشف يعني تفاصيله وحجمه وأثاره الكبيرة على الكيان الصهيوني، ورد الجانب اللبناني وحزب الله رد بضربة مواقع مهمة في تل أبيب، لا يمكن أن يلجأ لمثل هكذا أعمال دون التنسيق مع الأمريكي وإن قال الصهيوني أو الأمريكي غير ذلك. جيد أستاذ أسامة، شنو المطلوب من عندنا اليوم قبل ما نستخدم أي وسيلة اتصال أي جهاز بمختلف مسمياته، هوكي توكي، البيجر، التليفون الشخصي، غيرها من وسائل الاتصال، شنو المطلوب من عندنا أن نسويه قبل لا نستخدمه وخصوصا في المجال الأمني؟ نعم، نقدر نستخدم كم طريقة أنه للحماية المبدئية لنا كأجهزة شخصية، كأجهزة عسكرية يمك أستاذ عدنان كلش معلوماته بيرفكت تقدر تستخدمه العفو تسأله هذا السؤال. بالنسبة للشخص لا أنا أقصد كأنظمة حماية أكو أنظمة نعم. حماية تحمي هذه الأجهزة ممكن استخدامها وتكون هذه الأجهزة مؤمنة؟ أنا أسألك في مجال تخصصك أستاذ، اسمح لي، ما تقدر تأمن أي جهاز متصل بالإنترنت. كل جهاز اتصل بالإنترنت راح أعطيك شرح مبسط وسهل، كل جهاز اتصل بالإنترنت يروح إلى عنوان IP. IP عبارة عن مجموعة أرقام تحلل بالDNS اللي هي دايناميك سيرفر، هاي الارقام او الاي بيات راح تتصل للانترنت من بيتك للبرج مال الانترنت، من البرج مال الانترنت للشركه المزوده، من الشركه المزوده لوزاره الاتصالات، من وزاره الاتصالات للمصدر الرئيسي مال الانترنت. كل هاي المصادر راح ترجع، اكو سيرفرات بامريكا، اكو سيرفرات بالمانيا، اكو سيرفرات بلجيكا، السيرفرات اللي مسيطره على ذني الشغلات كلهن بأمريكا. والدليل انه احنا اذا نستخدم جوجل متصفح امريكي او ويب سايت امريكي، فيسبوك امريكي، انستغرام امريكي، واتساب امريكي، تيك توك امريكي، هذني كلهن انت هسه اذا عندك تليفون ايفون ومسوي بي اي كلود تمام،
واشتريت به مساحة سحابية أو الكلاود، حولت الصور مالتك من التليفون للإيميل مالتك أو للآي كلود اللي داخل الآي كلود. هذا المتعارف عليه. نعم هذا المتعارف عليه وهذا اللي نسويه دائما يعني. تمام أي تمام. تليفونك ممكن تفلش، ممكن ضاع، ممكن انسرق، ممكن احترق. من تيجي تاخذ آيفون ثاني، مجرد ما تفتح الإيميل مالتك أو الآي كلود راح تلقى صورك كل مرة رجع لك. صحيح. هذين الصور وين كان المخزونات؟ من انت تقول على تليفوني الشخصي ومخلي له باسورد ومخلي له فينجر فيس ومخلي له بصمه وجه، هذين وين كانن؟ هذين كانن هذا السيرفرات المختصه. تمام. هذا ياكد مساله اذا تحمي، اذا تريد تحمي انه ما دام هذه الاجهزه مرتبطه بالانترنت فهي عرضه للاختراق مثل ما ذكرت ببدايه حديثك. نعم انا هسه اذا انت تريد تحمي نفسك من الابتزاز مو من الاختراق. اذا اريد انه واحد يحمي نفسه من الابتزاز او شيء ما يشارك معلوماته، اسم المستخدم، كلمه السر. طيب. اكو رسائل هواي بهالفتره دا تصير احتياليه، فيها روابط احتياليه انه انت ربحت كذا، ربحت جائزه، هاي يبتعد عنها. يبتعد عن اخطاء الباسورد او كلمه المرور لاي شخص حتى لو قريب عليه. كاميرات استاذ اسامه، قبل ان انتقل لاستاذ عدنان، كاميرات المراقبه معرضه نفس الحال الى الاختراق بنفس المستوى؟ كاميرات المراقبه اللي تقصد يعني العامه، كاميرات المراقبة العامة أو حتى المستخدمة من قبل أجهزة الدولة باعتبارها أيضا مربوطة بسيرفرات. أي جهاز؟ لا اسمح لي، أكو كاميرات اللي راح يصيرن هنا نوعين أو ثلاثة أو أربعة. أكو كاميرات اللي هي آي بي كام اللي تنصب اللي تربط بآي بيات عن طريق الإنترنت، هاي تكون معرضة للاختراق. بس أكو كاميرات اللي هي السلكية، انه بس داخل البيت او بس داخل الدائره، هاي مستحيل واحد يقدر يخترقها، مستحيل نهائيا. طيب تمام. طيب وبالنسبه لاكو كاميرات الدوله، كاميرات الدوله اللي دي يشتغلوها هسه بالعراق من اعلى المعايير اللي دي يشتغلوها، لانه دي يسوون بيناتها ربط انترنت، يعني بمعنات انه شبكات داخليه دي يسوون داخلي مو خارجي ومحميه كلش، ما دي يسوون اي شبكه على الانترنت. يعني دا تكلف الدولة ميزانية أكثر، إنه في سبيل نصبون أفراج أكثر أو ترددات أكثر. المهم إنه يجب أن تكون آمنة، وهذا هو الموضوع الخطر على أمن البلد. وبالفعل طالعين من عنده. طيب. إنه كاميراتهم بس إلهم. وضحت الصورة. وضحت الصورة أستاذ عدنان. نعم. نقدر نقول اليوم هذه العملية هي نصر وهمي للكيان الصهيوني؟ هذه العملية دلالة على أنه نحن نعيش أيام النصر، نحن نعيش أيام النصر، والعملية هي عملية تغطية للخسارة الكبيرة للكيان الصهيوني. طائرة لبنانية اخترقت سماء الكيان الصهيوني واستطاعت أن تصيب أهدافها دون أن تكتشف من كل منظومات الرادارية داخل الكيان، ودون أن يستطيع التعرض لها كل منظومات الدفاع الأرضية. معناته أنه الهدهد؟ طبعا اللي استفوها حزب الله قبل فترة المستوطنات، وأيضا مقر العسكري إسرائيلي، وكذلك الصاروخ الباليستي اللي استهدفوه ابناء اليمن الشقيق ووجهوه باتجاه تل أبيب وأصابه هدف عسكري متحرك، وهذا أيضا دلال اللي اكتشفت الرادارات لكن أسلحة المعالجة ما استطاعت أن تسقطه، لأن كان يسير بسرعة فائقة جدا اللي هي الفرط الصوتية، ولم تستطع منظومة الدفاع من اعتراضه. حتى صواريخ الاعتراض سقطت على أماكن عسكرية، وبالتالي قدموا لنا خدمة بإصابة أهداف إضافية. فاليوم من المبالغة، هذا أنا قلت بخطأ للكيان حينما يكشف عن هدف ممكن أن يخترقه. منظومة القيادة والسيطرة ضروري جدا أنت تبقى محافظ عليها وباختراقها، لأنه من خلالها يقدر يعرف كل تحركات أبناء حزب الله. يعني أنت من يحدد موقعه وين، وقدر يوصل لجهاز اتصاله، وين ما يكون العنصر اللي يحمل الجهاز يعرفه، وكان إذا كان هنالك تحشيد، إن كان هنالك تقدم باتجاه حدود الفلسطينية اللبنانية، ممكن أن يكتشف نوايا حزب الله. لكنه فرط ومتشكر طبعا لنا بهذه الإمكانية اللي من خلالها يستطيع أن يكشف تحركات المقاومة، رغم الخسارة، والخسارة كبيرة، والدماء محترمة، ودماء المقاومة محترمة، القطرة منها تساوي الكيان الصهيوني بكل جنوده ومقاتلينه وأسلحته ومعداته. لكن نقول نحن في حرب، والحرب بها كل شيء مباح. أكيد. لذلك حينما يكشف لنا العدو إمكانيته باختراق منظومة القيادة والسيطرة ويفرط بها، هذا قدم لنا خدمة. طيب. مهما كانت الخسائر مقابلة. جيد، خلي أنتقل إلى دكتور يوسف. دكتور يوسف، اليوم أنت أقرب، وأنت في لبنان، وأنت قريب بالتأكيد من
حزب الله ومن أبطال حزب الله. اليوم هذه العملية أضعفت اليوم حزب الله، راح تأثر على اندفاعهم بالحرب ضد الكيان الصهيوني وفي مواجهة هذا العدو الغاشم وهذا العدو اللي يرتكب معركة إبادة جماعية يوميا ضد أهلنا الفلسطينيين في غزة؟ أنا قلت لك يعني أنه الإسرائيلي في هذه العملية قد يكون حقق هدفا أو أكثر في مرمى المقاومة، ولكن ثق وتأكد أن هذا النصر بين مزدوجين الذي حققه الصهيوني انتهى في انتهاء هذه العملية، وستنتهي مفاعيله تماما مع أول عملية يقوم بها حزب الله والمقاومة في لبنان. وهو الإسرائيلي عندما لجأ إلى هذه العملية إنما هو لجأ لأنه عاجز في الميدان، يحاول أن يهرب من هذا العجز، يحاول أن يهرب من مواجهة المقاومة وجها لوجه، وهو لجأ إلى هذه العملية ومهيأ له كل هذا الدعم التكنولوجي الغربي. ولكن تأكد، واليوم الإعلام الصهيوني، ولا أقول إعلامنا نحن، الإعلام الصهيوني كان مجمعا أن ما أقدم عليه جيش الصهاينة هو عملية لن تحقق أي شيء مما دعا إليه نتنياهو. دعا نتنياهو ومعه ما يسمى وزير دفاعه إلى إبعاد المقاومة عن جنوب لبنان مسافة 8 كيلومتر، وإلى عودة ما يسمى بين المزدوجين النازحين المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة. هل هذه العملية تحقق الأهداف أم أن تصاعد العمليات المتوقع؟ هذا هو الواضح من سياسة الكيان الصهيوني، أن ما يجري ما سيحدث في الأيام القادمة سيزيد من نسبة النزوح، نزوح المستوطنين. هذا هو الواضح من سياسة الكيان الصهيوني، وتاليا لم يستطع حرب إبادة أن يحقق إلا هذا، وهذه العمليات في محاولة لصناعة هذا النصر الوهمي في كل مرة. أنا أشكرك الدكتور يوسف هزيمة، الكاتب والمحلل السياسي، انضمنا عبر سكايب من بيروت. كذلك أشكر المهندس أسامة حامد المختص في الأمن السبراني، وكذلك أتوجه بالشكر للخبير الأمني والعسكري الأستاذ عدنان الكناني. الرحمة والغفران لكل شهداء عملية تفجير الأجهزة البيجر في لبنان، ونتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله لكل المصابين في مستشفيات لبنان، وإن شاء الله أنه تعم الصحة والسلامة على أهلنا في بيروت، ويستمرون في هذا صمودهم بوجه الكيان الصهيوني وإيقاف حرب الإبادة الجماعية المرتكبة بحق أهلنا في فلسطين. بالختام نلتقيكم إن شاء الله في تغطيات أخرى، في أمان الله.